السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر العاجل. أوضح الخبير القانوني علي التميمي اليوم السبت الأثر الدستوري لانسحاب كتلة التيار الصدري عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وقال التميمي في تصريح إنه إذا كان الانسحاب لا يؤثر على نصاب عقد الجلسة، 220 نائبا ستعقد ويتم انتخاب الرئيس، حيث إن عدد أعضاء البرلمان 329 يطرح منها 74 ليبقى 255 نائبا. وأضاف: أما إذا لم يكتمل النصاب فستؤجل الجلسة ويستمر رئيس الجمهورية الحالي في عمله تصريف أعمال وفق المادة 72، وهذا يعد خرقا على المادة الدستورية. وبين أنه في حال استمرار ذلك سنكون أمام خرق للدستور.